يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومائة وخمسين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون واثنين وتسعين ألف شخص هذا وقد حصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مائتين وستين ألف شخص ويشدد الفريق الوطني الطبي على ضروره المبادره والتسجيل للحصول على التطعيم للوصول الى المناعه المجتمعيه التي ستسهم بدورها في عوده الحياه الطبيعيه